السيده ما بقاتش مرض ديال المحل بصراحه. خليت استنى خليت هذاك الشيء من الوقت اللي تحول الكريم في قبل السيفانه ديالي ما لقيتهاش قلت ما عندكش الحق مشيت بحالي على قبل قلت اللهم يعيشوا بها وليداتي ماشي مشكل. تلاقيت مع واحد السيده كتمشي داخل مع السلطه الدار اللي كتساكن فيها الوظيفيه فيما كنت تقريبا المده ديال واحد 15 يوم ولا شحال لقيت اللي كنت نجي من الخدمه كنلقى ديك السيده واقفه كتكيعها واحد الطاط جايا كنلقى السيده واقفه بحال هكا ما كنهضرش معاها قلت لها ود كواليا ساعه علاش ما كتهضرش معايا واش اللي بينك حاقد عليا شي حاجه قلت لها ما عنديش علاش نحقد عليك وانا ما عندي كي نرجع نقول لك السلام غادي نحترم اي واحد. المهم عاود خرج بحال كل واحد الباركين اللي تبعني قالت لي واش كاين شي اشتراك هذاك قلت لها ديال السعر ما كاينش تقول شو قايد قلت لها غادي قالت لي لا غادي النمره ديالك خذت النمره ديالي ثلاث ايام وهي تعيط عليا حكى تلاقي الجماعة ديال الاثنين السيدة المهم جات واحد السيطرة ديال الناحية جات واحد كاغط بيضة شنو واش فيه روزينة ولا فانيل ولا شنو خرج خرج شنو جيب لها شنو فيه حتى هذاك جبت غيبت كنت كنحس براسي مخنوق فوق المسند واحد الحالة ما نقولش الصباح كنلقى حالتي ضايع ديال الدم ضايع ديال الدم ومعروفين واحد بواحد عاود من ورا جوني واحدين اخرين هذو جوج كنعرفهم شقم مزيان مشيت تابعيني مشيت خريف كتبعوني ما لا تابعيني راه كل مره كنشوف مارك امنوا على واحد دابا داز قد ثلاثه دابا ولا اربعه اللي دازوا قدام ما عرفتش هاد الناس انا اشنو بينو بيني اش كيتسالوني شكون كلام عليا ما عرفتش انا ملي الصباح لقيت راسي عريان وحاشا قضايا ديال الدم يعني هاد الناس راه خرجوا عليا انا ما الله اعلم راه هذا خصني انا طبيب خصني نتعالج خصني نتعالج وناخذ الحق ديالي انا ولدي خايف على ولادي وعائلتي اختي انا غيرت اصاحبي داكشي اللي شرب اللي شربت ما عرفتش شنو ردوا ولادي العباد الله ماشي صاب المهم كنحس راسي مخنوق الصباح كنلقى ضايع ديال الدم سولت السيده قلت لها شنو قالت لي ما عرفتش لا ما كاين والو تقريبا غيكون شي خمسه بحال من الوقت اللي خرجت وعاود رجعت ما لقيتهاش قلت لها هي تعيط لي ابن مرا بلي قلت لها مشيت قالت لي خرجت نصحاب الدار تجي مع شي حد قلت لها ما ضربتش مع شي واحد المهم عاود عيط لي واحد السيد خرجت رجعت ما لقيت السيد كتقول لي كتحمر فيك تقول لي عطيني لاكارت قلت لها خرجت نجي بدات نصدر بالبسطه ما ديما ندير هاد لاكارت جيت ما لقيت السيده ما تميت لي وتعيط لي قالت لي قهرتيني انت اختي بالسوق هاد السيده انا كنت ناوي معاها حوايج اخرين ما كنتش ناوي هاد السيده كيعرفوا العائله ديالو كيعرفوا ولادي وكيعرفوا الولي مرت الوالدين خوتي كاع العائله كيعرفوا الدر كامل كيعرف هاد السيده السنين هنا هي حتى السيده هذه هي اللي خاصها تجي وتعود الحقيقه لهاد الناس شكون كاريها والصور ديال فين مشاو اللي كتقول لي هاد السيده حيت ما يمكنش هاد الناس تدخل هي اللي عندها الصوارت كنقول لها الصوارت كتقول لي طاحوا لي ما يمكنش غيطيحوا لك الصوارت علاش ما طاحش لك التليفون علاش ما طاحش لك البسطام مهربات ما كايناش دابا لحد الان ما كايناش انا ما كنبقاش كنسول ولا كنعيط ولا كنشوف راسي انا حاليا دابا كنشوف راسي دابا هي اللي كتعرف هاد الناس وهي اللي عاطيني الدوبل ديال المحل باش يدخلوا عليا وهي حاضره هاد اليوم وغاد لي هربات هاد السيده هي اللي خصها تجي ما بغاتش تجي غنمشيو مع رجال الامن حتى للدار ديالهم ونجيبو هاد السيده ونحطو معايا غتعاود الحقيقه كامله واش هاد الناس راشيدها ولا شادينها صحاب ولا شنو المشكل حتى هاد السيده هي السبب ديالي في هاد خصني نعرف شنو هي اللي ما قالتش لي هادشي ما كاين والو هي خصها تقول الطلب ديالي بغيت الحق ديالي من هاد الناس علاش تكرفصوا عليا واي حاجه وقعت العائله ديالي لا اللي في الدار البيضاء ولا اللي في خريبكا ولا ولادي هاد الناس هما المسؤولين عن هادشي انا مشكلتي غادي في طريق غادي وحاضي راسي داري وليت كنت فيها خويتها بالخوف كريت واحد الكوزينه ما بقاش جديد ندخل ليها نخلع عرفت ما كنصحاب سبع دقائق غيدخلوا عليا دابا غيديروا فيا يعني هاد الناس راه تقدروا يقتلوني انا كاع هنا راه ظلم هادشي راه كاين قانون كلاس يعني باش يتعداو عليا علاش يحقروني لكن انا ما خصهمش يتعداو عليا هاد الناس انا 47 عام في عمري وقع لي هادشي راه حشومه وانا خصني ضروري خصني نمشي نتعالج حتى انا كون ما عنديش كون عندي كون عندي كنت درت هادشي قبل ولكن الله اللي طالع ليا زعما وفي ما كندور تابعيني دولة ديال عباد الله في المدرسة كدي 10 الناس 15 حاضينك إلا دير عصابة هادي راه ظلم هذا مشيت خريف كتبعوني اللي غالبا عليهم فلوس هاد الناس يديروا بها الخير مع الناس راه كاين الناس اللي محتاجين كاين الناس مراد كاين اللي مسكين المعيشة واحد فيها كاين اللي ما عندوش باش يخلصوا كنحس براسي انا ضعيف قدام الناس اصلا مابقاش عندي الكرامة ديالي من حشومه انا عندي خمسه الاولاد و 47 عام عمري وقع لي هادشي ماشي دري عنده 17 عام ولا 16 عام ولا 10 سنين ولا راه ظلم هذا راه ظلم راه شو ما الناس يديروا معايا يديروا لي هادشي يمكن هاد الاخرين اخونا شي واحد قال عاوتاني خويا فما معشور عندي ديك القرعه باقي عندي الا ما فرقعوا لي البلاصه فين ساكن وداوها نقوم ندوي حتى المختبر اشنو في هذيك العجب ما عرفتش فهاداكشي اللي كيشرب لي صحه
يعني كتشرب هذه القرعه كتحيد داك الشيء بحال الماء كنضر نسوه بحال الصباح كتشوف واحد القهوه خديت قهوه شربتها شويه بانوا لي دخلوا هما ما قلت انا بروسم القهوه صاب لي واحد الدرين ديال لويزا اسيد لويزا شربت الكاس الاول كنحس براسي فيه الدوخه خرجت ديك الجفانيله ديال الراس شربت وليت دابا القهوه اللي ريحت فيها دابا اليوم ما بقيتش كنمشي ليها ولا كنمشي لبلاصه اخرى حيت كيجي يقدر يعطيني 200 درهم عطى الكارسون اللي عطى لي الفريسه يقول لي طيب لي من هذا الماء.